كل الأمنيات الطيبة لصديقنا العزيز الأخ الفاضل الدكتور عمرو عبد الحق اللي بيمر بأزمة صحية، بنتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. دكتور عمرو عبد الحق يا جماعة واحد من الناس النظيفة قوي قوي، نظيف قلبه، نظيف قلبه، أبيض، خدوم محترم، موسوعة كمان في الإدارة الرياضية، ونادي النصر على إيده، وشهد يعني بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج طفرات كبيرة جدا. إن شاء الله يا دكتور عمرو ترجع لنا بمليون سلامة، تنور ناديك وتنور الساحة الرياضية كلها. وطبعا كان زميل عزيز في قنوات صدى البلد كمقدم لبرنامج، كان من أروع البرامج اللي موجودة على الشاشة. إن شاء الله دكتور عمرو ترجع لنا بمليون مليون سلامة، واحد من الناس المحترمين بزيادة.